عنا برشا مشاكل نسمعنا حد. إلو ولا في الحياة عندي 10 سنين نقدم على ارضي الحياة وديما كي نمشي نسأل نلقى المطلب نتاعي تفاس خاطر السكور ما نجمش نجيري سكور الاخرين يعني انا ما ندورليش ندورليش وما عندكش الحق معني ديما يتبجل عليك ولد المنطقة هذه هي ديما المشكلة وين كتير وانا وقتي طالبت قلت علاش هكا معناها احنا نورمالمون ولاية واحدة بما انها دورليش ما فيهاش باش اوفر دونك دونك تاخذ حقها شوية انا طالبه من وزاره الفلاح انها تعمل تحيين في المنشور عدد 40 يولي حتى اللي ماهوش من المنطقه هذيك عنده الحق في لو تكنيسيان يتحبطهم هي الولايه نتاعنا ولايه منوبه خاطر احنا دوارهيش ما عندناش فيها عروض شغل وما فيهاش برشا فرص شغل وين نقول المشاكل نتاعنا احنا بنفسنا المنطقه نتاعنا ثقافه معناها تقريبا تضم 7000 بيت محميات 7000 بيت مكيفه الاشكاليات انها صارت معناتها على تقريبا معناتها 10 سنين الاخرانيين ولا اكثر حتى من 10 سنين شويه فهمتها انه وقع تنقيص الكميه المحدده لمنطقه القالطه ولايه المسير بصفه عامه اللي ولايه المسير كنا ناخذ مثلا في 7 ملايين متر وكب فهمتني في العام مقسم على المعتمديات الكل توا ما وصلناش 500,000 متر وكب معناتها خاصه الحمد لله ما عندناش سلاح عمناول اعطونا مليون وشويه على مستوى الولايه السنة حتى 500,000 ما لاحقناهاش شو معناتها؟ معناتها عطونا شهرين في الأول بعد معناتها تحركات وبعد احتجاجات وبعد كذا عطونا شهرين اللي هو نوفمبر ديسمبر من بعد قصوا لنا هو معناتها ديجا جانفي يكون مقصوص وبالنسبة معناتها شهر فيفري هذا توا تشوف معناتها ديجا احنا 8 فيفري بالشهر إلى حد الآن مقصوص وما عندهم حتى برنامج إنهم مش يحلوه وحتى كان مش يحلوه مش يعطيه نص الكمية تدي معناتها انت العام اللي فات ومش يعطيوها على شهرين برك شو معناتها؟ معناتها يعني الفلاح اللي زرع مسكين تو يعاني كيفاش معناتها باش معناتها شهر ونص وهو يعاني كيفاش معناتها يوصل شوية الماء تدي معناتها باش يسقي معناتها النبتات نتاعو فهمت والفلاحة نتاعو معناتها تعرف شنو يعني صدقني مهزلة بأتم معنى الكلمة هذه نسميها اللا مسؤولية مش مسؤولية اللا مسؤولية من المسؤولين اللي موجودين سواء كانت فهمتي ولا معناتها المندوبية الجهوية نتاع الفلاحة نتاع المسير ولا على مستوى الوزارة وإلا حتى على مستوى فهمتي معناتها المنظمات والنقابات اللي متسمية معناتها على الفلاح عندي بروجي تو انكور يعني خاطر حاجه في بروجي تاع فالوريزاسيون اي اكستراكسيون فيل دو بربري اللي هو تسمين وتحويل الدين الشوك وقادم نشوف يعني في مخابر تمويل معناها بالنسبه للبرودوي موجود يعني وطيش فهمتني موجود بكثره معناها عندنا في تونس برشا وضايع معناها فهمتني بالنسبه للهندي وما تابعوا الحصير مطلوب لبرا وعندي راسي حصير البروجي حنا نعرف يعني كيفاش نتحصل على المتابعة والتمويل والمرافقة يعني منين بالضبط معناها كيفاش